سميرة وسمير هيتجوزوا قريب وبيقطبوا شقتهم وزي أي اتنين اختلفوا في الألوان والسيراميك ومع اختلافات في الرأي كتير اتفقوا على حاجة واحدة كسل حلول الصرف من اجك في سباكة بيتهم ملقوش اي مشكلة للمساحات المحدودة لان اجك دايما عندها الحل فاختاروا مصافي كسل بزاوية لانها بتوفر المساحة ده غير شكلها الجذاب اللي سميرة حبته وكمان ركبوا صفاية الشاور من كسل بغطس ستيل لامع وانيق وبلطوها مع السيراميك علشان تبقى نفس لون أرضية الحمام وده خلى كابينة الشاور بقى شكلها أحلى وأكيد كانت المصافي المربعة من إجيك الحل المثالي للمطبخ كمان ممكن يختاروها بأغطية مفتوحة أو مقفولة فكانت مناسبة جدا ليهم وأهم ميزة في مصافي كسل واللي حلت لهم مشاكل كتير إن فيها مانع للروايح والحشرات في كسل عرفوا يلاقوا كل الأنواع والأشكال المناسبة لديكور ومساحة بيتهم مصافي كسل للصرف بأناقة من ايجك بقمة الجودة الألمانية حمل تطبيق إيجك الآن وشوف المنتج ثلاثي الأبعاد وعرف أقرب موزع ليك أو كلمنا على 19678